وخلال الاجتماع الاسبوعي وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطه تخفيف الاحمال الكهربائيه خلال شهر رمضان الكريم تيسيرا على المواطنين كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهوريه بشان انضمام مصر الى عضويه صندوق تنميه الصادرات في افريقيا التابع للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد ويهدف الصندوق الى زياده وجذب تدفقات الاستثمارات الاجنبيه المباشره الى القاره مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنزل المنطقة بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم